شباب كويتيون فينا الطاقة والحماس، واليوم لقينا حل حق هذه المشكلة. من اليوم إلى آخر يوم رمضان احنا متواجدين مقابل برج ريدو، حياكم الله من الساعة 9:30 إلى الساعة 12 لتجميع أكلكم التالف. بس شلون طريقة تجميع بقايا الطعام؟ عشان كذي عندنا 3 أنواع من الأكياس: الكيس الأخضر للخضرة والفاكهة، والكيس البني للشاي والقهوة، والكيس الأحمر لجميع بقايا الطعام. بس لحظة، والأكل اللي نوكل؟ حطينا 7 ثلاجات ب7 مناطق. وبالنهاية نبيكم أنتوا تيون بنفسكم لمقرنا وتساعدونا في نجاح هذه الحملة، لأن احنا متأكدين إذا حطينا إيدنا بيدكم راح نساهم في بناء بيئة أفضل. أجرفيتش، نحول الأكل الزايد إلى سماد عضوي عشان نعيد فيه الحياة.